مطلب لكل الناس. نحن نتناول السكريات فتتحول إلى دهون تثقل كاهل الكبد، وبالتالي يتعب العقل. أكثر غذاء يحبه العقل هو السكر، ولكن السكر أكثر شيء يضر العقل. هناك مادة على شكل صبغة موجودة في النباتات، إنها مفيدة جدا للعقل وللقلب ولعمليات الأيض والتمثيل الغذائي، للنظر، للسمع، للشم، للذوق، للشعر، للمفاصل، للعظام، للجهاز الهضمي، لكل الجسم وللرئتين. هذه المادة أو الصبغة الموجودة في بعض النباتات ذات اللون الأحمر الغامق أو الأزرق اسمها الإنثوسيانين، إنثوسيانين، وهي أحد المعجزات على كوكب الأرض. إنها موجودة في حلبة الخيل. هذه دعونا نراها بشكل جيد. هذه هي حلبة الخيل. إنها برية غير معدلة وراثيا، هذه برية غير معدلة وراثيا، ومن النادر الحصول عليها. إذا بدك إياها موجودة عندي، الله حييكم. لدينا أيضا مكون آخر جبار وغني بالإنثوسيانين، إنه الورد الفلفلي. وهذه بذور الورد الفلفلي لونها جميل جدا ويسلب العقول، يسحر القلوب. إنها مفيدة جدا جدا للعقل وللجسم. لدينا أيضا المرة أو المر، ويستخرج من جذوع الأشجار على شكل سمغ ينزل على الأشجار، وهذه هي المرة، ويجب غسلها بشكل جيد جدا، ثم تذويبها بالماء، ثم تصفيتها بشكل جيد جدا. لدينا أيضا العسل، عسل النحل، إنه مليء بالمغذيات، ونجد فيه بقايا البروبيلوس وبقايا غذاء ملكات النحل، نجد فيها الأشياء المغذية جدا للعقل وللجسم. وهذا هو عسل جبلي، هذا هو عسل الجبال، هذا عسل من الجبال، إنه رائع جدا ولذيذ جدا. انظروا إليه. إنه عسل حقيقي مجدي للعقل وللجسم. انظروا، إنه ثقيل مليء بالفيتامينات والمعادن والمغذيات ومضادات الالتهاب. نقوم بأخذ ملعقة صغيرة واحدة من بذور حلبة الخيل، أو نصف ملعقة كبيرة، ونأخذ ربع ملعقة صغيرة من بذور الورد الفلفلي، ونأخذ نصف ملعقة صغيرة من المرة بعد غسلها جيدا، ثم وضعها في ماء
كوب من الماء الفاتر وليس الساخن ولا البارد، وتركها وتذويبها به، وتركها إلى الصباح، ثم تصفيتها من الشوائب، ثم تناولها يوميا صباحا ومساء. نتناول هذا الغذاء الرائع جدا صباحا ومساء. يمكننا أيضا استخدام هذا المزيج المكون من الورد، بذور الورد الفلفلي، وحلبة الخيل، البرية الغير معدلة وراثيا، وهذا شكلها ولونها، والمرة أيضا للبشرة. نعم، إنها تحيد النمش والكلف والتصبغات بنجاح تام. يمكننا أيضا إضافة العسل لها، فذلك يكون أفضل وأجدى. ملعقة، نقوم بأخذ كمية من كل نوع ثم طحنهم ناعم كالبودرة، ونأخذ ملعقة صغيرة صباحا ومساء، ونأخذ ملعقة صغيرة من المرة بعد غسلها جيدا جدا، ونمزجها بنضع عليها ماء فاتر، ونتركها من الليل إلى الصباح. صباحا نقوم بتنقيتها بمصفاة نظيفة ناعمة، ثم نقوم بشرب هذا الماء اللطيف الرائع جدا الذي يشفي الداخل بقدرة الله، ويؤازر الحقل ويؤازر الجسم ويزيل الالتهابات من داخل الجسم بنجاح تام. نحن ورثنا المرة من الأجداد منذ ألوف السنين، نحن نستخدمها في الدول العربية في بيوتنا، نستخدمها في لعلاج كثير من الالتهابات التي تصيب الجسم. نحن في الدول العربية نأكلها عندما نصاب بالالتهابات الجهاز التنفسي، أو التهابات الجلد، أو الروماتيزم، أو الروماتايد. أيضا نعطيها لمرضى السكري كل عدة أشهر مرة ليحيد الالتهاب من الجسم. أيضا نعطيها للأخوات العزيزات لمنع الالتهابات أن تقترب منها. حلبة الخيل من الأشياء الرائعة جدا للتخلص من مشكلة هشاشة العظام بنجاح تام، زائد تجبر الكسور بسرعة كبيرة جدا، زائد تخفض الكوليسترول بنجاح تام، وتكتسح الكرش والدهون الثلاثية بلا منازع، وبتدريجيا وبشكل لطيف وآمن جدا. أيضا تدعم الرئتين والتهاب الرئتين والحلق بشكل ممتاز جدا، والتهابات الأذن عند تناولها، زائد بأنها تمد الجسم بكميات وفيرة من الكالسيوم النقي النباتي عظيم النفع للإنسان. كما تعلمون الكالسيوم الموجود في حلبة الخيل وفي النباتات والفواكه وفي الخضار، الطب يقول بأن الكالسيوم مسؤول عن يتدخل في أكثر من 300 عملية تمثيل غذائي ومعالجة تتم داخل الجسم. الكالسيوم يلعب دور خارق في حياتنا وفي استقامة الصحة وفي جعل الصحة تسير باتجاه صحيح. حلبة الخيل من الأشياء التي تدعم العظام، نحن بأمس الحاجة لها في هذا العصر الذي تركنا فيه الحليب الطبيعي وتركنا فيه الكالسيوم الطبيعي. إنه موجود هنا كما هو موجود في الحليب، ولكن هنا الكمية الكالسيوم الموجودة في حلبة الخيل عشرات الأضعاف الموجودة في الحليب والألبان، وخصوصا عندما تكون حلبة الخيل برية غير معدلة وراثيا عضوية، فإنها تدعم الجسم، زائد تزوده بصبغة الانثوسيانين التي تكتسح الأورام
تكتسح الشيطانات، تكتسح الأمراض التي تصيبنا، زائد تحسن جمال البشرة وتكتسح التجاعيد في الوجه. هذه الصبغة عظيمة النفع لإزالة التجاعيد من البشرة بشكل ناجح وتام، موجودة أيضا كما قلت في بذور الفلفل الورد الفلفلي، وهذا هو أو الفلفل البرازيلي. هناك بعض الناس يسموه الفلفل البرازيلي، وهو ليس فلفل، ليس فلفل، ولكن يسمى مجازا الفلفل البرازيلي، ويسمى بالدول العربية الورد الفلفلي ببعض المناطق، وهذا شكله إنه أحمر غامق جميل، وأحيانا تصير بعض البذور سوداء جميلة جدا أو زرقاء غامقة. إنه عظيم النفع للإنسان. أحببناكم في الله فأحبونا فيه. اليوم تعرفنا على أشياء جديدة وجميلة جدا، وعلى معلومات تثري العقل. إذا أعجبكم الفيديو يمكنكم وضع لايك، إذا أعجبتكم القناة يمكنكم الاشتراك بها أيضا. إذا أحببتم اكتبوا تعليقات جميلة تثري هذا الفيديو وتجعله أجمل. حروفكم تسمو على يوتيوب، حروفكم الجميلة تبقى في التعليقات على يوتيوب، يشاهدها سكان كوكب الأرض. اكتبوا من أي بلد أنتم لنصافحكم ونرش الطريق أمامكم بالورود الجميلة. أبو عبد العزيز العشاب، دكتور هيربالس، جالا معكم. شكرا، ميرسي لكل من حضر، ميرسي.